سيادة الرئيس، أشكركم جزيل الشكر نيابة عن قناة فينيكس الصينية لقبولكم ومنحكم هذه المقابلة. أهلا وسهلا بكم. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أبدأ مباشرة. استطاعت سوريا تحقيق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب واستعادت عدد كبير من الأراضي السورية. الآن من أين ستبدأون في مجال إعادة الإعمار في سوريا؟ في الواقع لم ننتظر أي مرحلة من مراحل الحرب أو انتهاء أو تجاوز أي مرحلة لكي نبدأ إعادة الإعمار. فعليا يبدأ إعادة الإعمار مباشرة بعد تحرير أي منطقة، سواء كانت هذه المنطقة كبيرة أو صغيرة، قرية أو مدينة. يعني إعادة الإعمار تبدأ على مراحل. المرحلة الأولى هي إيجاد البنية التحتية وإعادة بناء البنية التحتية، وخاصة في مجال المياه والكهرباء، ولاحقا تنتقل الدولة لإعادة إعمار المدارس والمراكز الصحية والمشافي. لكن المرحلة الأهم في إعادة الإعمار والتي تأتي لاحقا والتي تشكل التحدي الأكبر بالنسبة لنا في موضوع إعادة الإعمار هي إعادة نمط الحياة، وخاصة في الجانب الاقتصادي. هذا يحتاج للكثير من الجهد، هذا يحتاج لظروف بيئة داخلية وبيئة خارجية تؤثر فيه بشكل سلبي وتجعله بطيء، هو عملية الحصار التي تقوم بها الدول الغربية تجاه سوريا. فإذا إعادة الإعمار بدأت، ولكن نحن بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل ومن الخارج لكي تنطلق بشكلها الواسع. هنا نسأل سيادة الرئيس، ما هي أبرز المجالات التي سوف تحتاج لها سوريا للمساعدة من الدول الصديقة ومن ضمنها الصين؟ الصين تحديدا تقوم بمساعدات في مجال إعادة الإعمار، ولكن في الجانب الإنساني. كما قلت في البداية، تبدأ الحياة في الماء والكهرباء، وهي تدعم في هذا المجال من خلال منح إنسانية نستخدمها في المناطق الأكثر حاجة في هذا المجال. لم يكن هناك حديث واسع مع الأصدقاء وفي المقدمة الصين بالنسبة لموضوع إعادة الإعمار في السنوات الماضية، على اعتبار أن الحالة الأمنية لم تكن مناسبة للانطلاق بشكل واسع في عملية إعادة الإعمار. لكن مع تحرير معظم المناطق بدأنا الحوار مع عدد من الشركات الصينية في هذا المجال. كما قلت أن المرحلة الأهم والتحدي الأكبر هو إعادة دورة الحياة الاقتصادية. فما نأمله من الشركات الصينية في هذه الحالة هو البدء بالنظر وبالبحث وبتحري السوق السورية التي تتحسن بشكل مضطرد ومتسارع في مجال الأمن. لابد الآن من البدء ببحث ما هي فرص الاستثمار فيها. ومن المعروف أن إعادة الإعمار لبلدان دمرها أو دمرتها الحرب جزئيا أو كليا هو مجال استثماري رابح جدا. هو ليس فقط عملية قروض أو مساعدات من دون مقابل، هي عملية استثمارية رابحة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. الآن بدأنا بالحديث مع عدد من الشركات الصينية لتلافي العقوبات من أجل الدخول إلى السوق سوريا، لأن الرغبة موجودة لدى تلك الشركات باعتبار أن العملية هي رابحة. ولكن يبقى هناك تخوفات للشركات الاستثمارية وللمستثمرين من تأثير العقوبات عليهم. الآن وجدنا صيغ محددة لن تعلن طبعا للدخول إلى السوق السورية بأمان، وبالتالي المساهمة بعملية إعادة الإعمار في سوريا. أريد أن أؤكد على نقطة، أن هذه المساعدة هي ليست فقط اقتصاد. عندما نتحدث عن إعادة الإعمار فهذا يعني المساهمة بالاستقرار في سوريا لسببين. أولا هو عودة الملايين الآن من الخارج خلال العامين الماضيين إلى مناطقهم، وفرص العمل غير متوفرة بشكل كافي، وهذا بحد ذاته عامل مساعد للتدخل الخارجي وعامل مساعد للإرهابيين. النقطة الثانية هي أن التسويات التي حصلت في سوريا في جانب هام منها اعتمدت على القوى العاملة التي ذهبت للعمل مع المسلحين أو الإرهابيين في فترة، وعندما قرروا إلقاء السلاح هم قرروا العودة إلى الحياة الطبيعية. هذه العودة بحاجة لفرص عمل. فإذا المساهمة الصينية في هذا المجال ومساهمة الدول الصديقة هي أهميتها كأهمية المساهمة العسكرية في إعادة الاستقرار إلى سوريا وفي ضرب الإرهاب ومكافحة الإرهابيين. نعم. إذن هنا نسأل، ما هي الإجراءات
الملموسة التي يمكن القيام بها من قبل الحكومة السورية لجذب المستثمرين القادمين من الصين ومن الدول الصديقة الأخرى؟ أول شيء يحتاجه أي مستثمر هو الأمن. عندما تتحدث عن بلد تخرج من الحرب، لا نقول بأنها خرجت كليا ولكنها تخرج وقطعت مراحل كبيرة في هذا المجال، فأول سؤال يسأله المستثمر هو الأمن. هذا ما نعمل عليه يوميا من خلال مكافحة الإرهابيين وتحرير المناطق الواحدة والأخرى. أما في المجال البيئي، أي أقصد بيئة الاستثمار، فهناك لنقل البيئة الآمنة للاستثمار التي يحتاجها المستثمر في دولة فيها حرب أو في دولة ليس فيها حرب. هنا نقوم بشيئين، أولا شيء عاجل وهو تحسين هذه البيئة الاستثمارية من خلال التعامل مع الإجراءات أولا المتعلقة ببيئة الاستثمار، كوجود شفافية، وضوح ما هي حقوق المستثمر وما هي واجباته في هذا البلد، ما هي الجوانب القانونية أو القضائية لنقل المتعلقة باستثماراته. كل هذه العوامل نحاول أن نضع دليل واضح الآن من أجل أن يأتي المستثمر وتكون الأمور أمامه واضحة. ولكن الخطوة الأهم هي والأشمل هي دراسة قانون الاستثمار، وقطعنا مراحل كبيرة في هذا الموضوع في تطوير قانون الاستثمار بشكل أن يكون مشابه لكثير من القوانين الاستثمارية الموجودة في عدد من الدول من دول العالم الأخرى، وبالتالي الاستناد للمعايير الدولية بالنسبة للاستثمار. هذا القانون يحدد بشكل واضح ما هي الضمانات التي تقدم للمستثمر بالنسبة لاستثماراته في سوريا، الضمانات القانونية، الضمانات المالية، الإعفاءات الموجودة بشكل واضح، الوضع الضريبي بالنسبة لاستثماراته، ويعني أي جوانب أخرى تشكل ضمانة لكي يكون هذا الاستثمار آمن ورابح بشكل كامل. نحن في المرحلة الأخيرة من هذا القانون وقريبا سوف يصدر. طيب سيادة الرئيس، هنا نسأل يعني هل هناك من تدابير محددة لضمان بيئة استثمارية آمنة يعني تضمن للمستثمر الصيني أن يأتي، وخصوصا من الناحية الأمنية، يعني أن لا يتعرض لأي مشاكل أمنية؟ هنا المستثمر الصيني جدا مهتم في هذا الموضوع. هذا صحيح، هذا تحدي كبير. هناك تحديان، أولا عدم وجود أقنية مالية كافية أو فعالة الآن بين سوريا والصين لعمليات نقل الأموال، وهذه مشكلة حقيقية. سببها أو أحد أسبابها الأساسية هو الحصار. نعم، لابد من إيجاد حل لهذه النقطة إذا أردنا أن يأتي مستثمرين إلى سوريا، ولابد أن يكون هذا الحل بين المؤسسات المالية في البلدين، وهذا بحاجة إلى نقاش وحوار على مستوى الدولتين. نعم، هذه عقبة أساسية لابد من حلها. النقطة الثانية هي التخوف الذي ما يزال موجودا لدى العديد من الشركات الصينية. الآن هناك شركات ترسل خبراء إلى سوريا، وهذا جيد لأن الكثير من الصناعات في سوريا بدأت تتوجه للسوق الصينية كمعامل سورية تشتري المصانع من الصين. في البداية كان هناك تخوف كبير من قبل أي خبير صيني للمجيء إلى سوريا، لا، هذا الشيء بدأ يتحسن مؤخرا، هذه مرحلة جيدة. ولكن عندما نتحدث عن استثمارات صينية برؤوس أموال صينية فهذا بحاجة للمزيد من الطمأنة. لابد أن نبذل الكثير من الجهود من قبلنا كدولة سورية، ونتوقع أيضا من الدولة الصينية من المؤسسات المعنية كمؤسسة الضمان، ضمان الاستثمار في الصين، أن تقوم أيضا بتشجيع المستثمرين للمجيء على الأقل للمناطق التي أصبحت آمنة بشكل كامل. وأنا أؤكد هذا الكلام عبر هذه المقابلة، وأنت موجود في سوريا تستطيع أن تنقل الصورة الحقيقية الغير مبالغ بها عن مدى الأمن الذي وصلت إليه سوريا مؤخرا. يعني إذن الحكومة السورية تضمن الأمن لكل الشركات الصينية التي يمكن أن تأتي إلى سوريا؟ بكل تأكيد، ولا يوجد أي مشكلة في الأمان؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. سيادة الرئيس، هنا أسأل عن موضوع الحزام والطريق. كيف تنظرون إلى هذه المبادرة بشكل عام؟
إذا أردنا أن نتحدث عنها بشكل استراتيجي نستطيع أن نقول بأنها تحول استراتيجي على مستوى العالم، تحول في نوع العلاقات الدولية. يعني لو نظرنا إلى العالم في الوضع الحالي نرى بأن ما يحكمه هو محاولات الهيمنة الغربية على العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة. المرحلة التي سبقتها هي كانت مرحلة الحرب الباردة، هي مرحلة صراع بين الدول، وهذا الصراع يعتمد على كل قطب وخاصة القطب الغربي مدى الهيمنة على مجموعة الدول لكي تحقق مصالحه في مواجهة القطب الآخر. قبلها الحرب العالمية الثانية وما قبلها كانت مرحلة استعمار كامل، الدول تحتل، أين تحتل هذه الدولة؟ هي تحدد كيف تسير مصالح الشعوب، وغالبا هي لم تكن مصالح مشتركة، كانت الشعوب مستعبدة لصالح الدول الأقوى. الآن نرى بأن هناك دولة عظمى هي الصين تحاول أن تعزز نفوذها في العالم، ولكن أي نوع من النفوذ؟ ليس النفوذ بالمعنى الذي نفكر به بالمعنى السلبي، النفوذ بمعنى الاعتماد على الأصدقاء، النفوذ بمعنى الاعتماد على المصالح المشتركة. عندما أفكر أنا كسوريا بأن أكون جزء من طريق الحرير، وسوريا هي دولة صغرى بالمقاييس الدولية، بالمقاييس الجغرافية والسكانية والاقتصادية والعسكرية، لكنها تاريخيا تقع على طريق الحرير تماما. ولكن الأهم من ذلك بأن هذه الطريقة الجديدة الحالية المستمدة من التاريخ ولكنها متناسبة مع العصر 21 هي طريقة تعتمد على الندية. نعم. عندما أكون جزء من هذا الطريق فالصين تتعامل معي بشكل ندي وليس كدولة كبرى ما صغرى. هناك مصالح مشتركة، هناك فائدة للصين وهناك فائدة لسوريا وهناك فائدة لكل الدول التي تتواجد على هذا الطريق. هناك جانب آخر، هي ليست فقط علاقة الصين مع هذه الدول بشكل ثنائي، وإنما هي علاقة بين كل الدول المتواجدة على هذا المحور. فإذا هي علاقة حضارية، هي علاقة ثقافية تؤدي بالمحصلة لازدهار واستثمار وتحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لدى كل هذه الدول الموجودة. هذا يعني المزيد من الاستقرار في العالم، هذا مناقض لكل ما عرفناه من التاريخ الحديث أو القديم بالنسبة للعالم. هذا ما نراه في طريق الحرير، استقرار وازدهار. سوريا من طرفها عبرت عن رغبتها بالمساهمة في مبادرة الحزام والطريق، هل هناك من تطور في هذا الموضوع؟ في المراحل السابقة أي السنوات الأولى من الحرب وبسبب عدم الاستقرار الحقيقة لم تكن في ذلك الوقت أولويتنا، وكان من غير ربما المنطق الحديث في موضوع البنية التحتية وأنت تعيش مرحلة حياة أو موت، أقصد سوريا ولا أقصد أشخاص، أقصد بالنسبة لنا كوطن. الآن مع تجاوز هذه المرحلة وبدء الاستقرار وبدأ حركة عجلة الاقتصاد في سوريا، بدأنا خاصة في هذا العام تحديدا بحوار جدي مع الحكومة الصينية لكيف تكون سوريا جزء من طريق الحرير. حاليا سوريا ليست على المسار، هناك مسارات مختلفة وسوريا ليست واحد منها. هذا لا يمنع بأن جزء من طريق الحرير وهو جزء ثقافي والتعليمي أو العلمي كان يمر عبر سوريا من خلال العلاقة المباشرة بيننا وبين الصين، وكان هناك عدد كبير من المنح التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة، المنح العلمية التي قدمت لسوريا ونحن نستفيد منها الآن. الحوار مؤخرا بدأ حول موضوع البنية التحتية. البنية التحتية هي أحد أهم العناصر التي يمكن أن تجعل سوريا جزء من طريق الحرير في المستقبل. قدمنا عددا من المشاريع منذ أشهر فقط، أشهر قليلة، مواضيع محددة طبعا، لكن مواضيع في البنية التحتية قدمنا حوالي 6 مشاريع للحكومة الصينية تتناسب مع منهجية طريق الحرير أو الحزام والطريق كما يسمونها. والآن نحن ننتظر من الحكومة الصينية أن تختار ما هو المشروع أو أكثر الذي يتناسب مع أيضا مع طريقة التفكير الصينية لكي يتم اختياره. وأعتقد بأن هذه البنية التحتية عندما تتطور مع الوقت يصبح مرور طريق الحرير في سوريا هو تحصيل
حاصل. هي ليست فقط طريق ترسمه على الخريطة. صحيح أن طريق الحرير عبر التاريخ كان يمر في سوريا وفي العراق وفي هذه المنطقة، ولكن أيضا طريق الحرير يأخذ اليوم بالاعتبار البنية التحتية المتوفرة لهذا الطريق. فإذا مع تكريس أو مع ترسيخ هذه البنية التحتية وتطويرها سوف يمر بالمستقبل طريق الحرير في سوريا. والآن هل تعتبر أن سوريا جاهزة من ناحية الأمنية بالدخول في هذه المبادرة؟ تماما، يعني لأننا جاهزون من الناحية الأمنية بدأنا الحوار مع الطرف الصيني الصديق، قبل ذلك لم يكن من الممكن من الناحية المنطقية والواقعية أن نبدأ مثل هذا الحوار. سيادة الرئيس، نريد أن نسأل عن الوضع في أمريكا. ستجري الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية في العام المقبل. إذا فشل ترامب في إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، برأيكم هل سيكون مثل هذا الفشل مفيدا بالنسبة لسوريا أم لا؟ في إحدى المقابلات أنا تحدثت عن ترامب وقلت بأنه الأفضل لأنه الأكثر شفافية. طبعا الأفضل يعني بأنه جيد، ولكن الشفافية شيء جيد، خاصة أننا اعتدنا دائما بالسياسة الغربية وجود أقنعة تخبئ الحقائق بالنسبة للنوايا الغربية تجاه العالم. لكن بنفس الوقت علينا أن نعرف تماما بأن المنظومة السياسية الأمريكية هي ليست منظومة دولة بالمعنى الذي نفهمه، هي منظومة لوبيات. يعني من يحكم في أمريكا هي لوبيات المال، سواء كان نفط أو سلاح أو بنوك أو غيرها. هذه اللوبيات هي التي تتحكم بكل مفاصل السياسة الأمريكية. وعندما أراد ترامب أن يكون مستقلاً ولو بدرجة محدودة جداً بدأ الهجوم عليه، والآن نشهد عملية ما يسمونها عزل الرئيس، وهي عملية الهدف منها إعادة الرئيس للخط وهو خط اللوبيات. لذلك كل الرؤساء الذين تعاملنا معهم في سوريا منذ نيكسون في عام 1974 عندما عادت العلاقات مع أمريكا حتى ترامب اليوم محكومون باللوبيات. ومهما كان هذا الرئيس لديه نوايا طيبة لا يستطيع أن يخرج عن سياسة اللوبيات. لذلك أن نراهن على تغيير الرؤساء هو رهان في غير محله وغير واقعي، ولا أعتقد بأن هذه السياسة الأمريكية ستتغير خلال السنوات المقبلة. لذلك نرى بأن الرئيس في الانتخابات في الحملة الانتخابية يقول كلام، وبعد أسابيع فقط من انتخابه يفعل شيء مناقض تماما لكلامه لهذا السبب. لذلك لا، نحن في سوريا لا نفكر أبدا بمن يأتي ومن يذهب من الرؤساء الأمريكيين. إذن في هذا السياق أيضا نطرح السؤال عن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا، عاد فجأة وقال أنه سوف يبقي قوات عسكرية أمريكية في سوريا لحماية أبار النفط في منطقة شرقي الفرات. تماما. إذن هذا متناسق، يعني هو لا يخرج فجأة يقرر هذا ثم يخالفه تماماً. في نفس الوقت هذا تماما كما تقول، هو يؤكد ما أقوله بأن ما يحكم سياسة هو لوبيات، وبنفس الوقت يؤكد بأن هذه الدولة لا تحكمها المبادئ وإنما تحكمها مصالح هذه الشركات. فإذا كانت مصالح هذه الشركات هي في احتلال آبار النفط وسرقة هذه الآبار وبيعها بشكل أو بآخر، فهذه الدولة وهذا النظام سيذهب باتجاه العمل من أجل هذه الشركات بغض النظر عن القانون الدولي، بغض النظر حتى عن القانون الأمريكي. هم يخالفون حتى القوانين الأمريكية من أجل الشركات، لأنه من دون إرضاء هذه الشركات ربما يعزل الرئيس. نعم. سيادة الرئيس، كم هي عدد القوات الأمريكية الباقية داخل الأراضي السورية الآن؟ الشيء الظريف في السياسة الأمريكية بأنهم يعلنون العدد بين آلاف وبين مئات. الآلاف هم يريدوا أن يقولوا لللوبي المؤيد للحرب وخاصة شركات السلاح بأننا الآن نحن في حالة حرب وهذا يرضيكم كشركات. وعندما يقولوا مئات هم يخاطبوا الأشخاص الذين يقفون ضد الحرب، يقولوا لهم نحن ما الموجود لدينا هو بضعة مئات. الحقيقة كلا الرقمين غير صحيح لسبب بسيط، لأن هذه الأرقام لو كانت صحيحة هي تستند إلى عدد الجنود الأمريكيين ولا تستند إلى عدد من يقاتل مع الجيش الأمريكي. النظام الأمريكي يعتمد في حروبه بشكل كبير على الشركات الخاصة كشركة بلاك ووتر في العراق وغيرها. وإذا كان لديهم
بضعة مئات من العسكر الأمريكيين في سوريا، فهم لديهم الآن الآلاف وربما عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعملون في الشركات وهم يقومون بعملية القتال داخل سوريا. لذلك من الصعب أن تعرف ما هو العدد الحقيقي، ولكن بكل تأكيد هو بالآلاف. يصرح الأمريكيون بأنهم سيقومون بحماية أبار النفط في سوريا في منطقة شرقي الفرات، لكن بالنهاية كيف سيتصرفون بالنفط المنتج من تلك الآبار؟ قبل أن يأتي الأمريكي كانت في البداية جبهة النصرة تستثمر هذه الآبار، وبعد أن أتى داعش وأخرجت النصرة عملية هي لم تخرجها، عندما اندمج داعش مع النصرة وأصبحت التسمية داعش، أيضا قامت داعش بسرقة النفط وبيعه. أين كان البيع؟ يمر عبر تركيا، واليوم أمريكا تسرق النفط وتبيعه عبر تركيا. تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط، فلا يوجد مشكلة، تركيا جاهزة، لأن النظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع النصرة سابقا وبعدها داعش واليوم مع الأمريكي. إذن في ظل هذا الوضع، ما هو حجم التأثير على عائدات النفط السورية؟ في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر. اليوم خلال استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين لدينا شيء بسيط من النفط، يعني حتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدودا، لأن معظم الآبار هي تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون والتي تعمل بمجملها تحت الأمر الأمريكي. فإذا الظرف لم يتغير كثيرا حتى هذه اللحظة بالنسبة لموضوع النفط. نعم. إذا كيف ستواجه الحكومة السورية مسألة التواجد الأمريكي في منطقة حقول النفط شرقي الفرات؟ أولا الأمريكي يعتمد على الإرهابيين، لا بد من ضرب الإرهابيين، هذه الأولوية الأولى بالنسبة لنا في سوريا. ضرب الإرهابيين يضعف الوجود الأمريكي بشكل أو بآخر. لاحقا هناك مجموعات سورية تعمل تحت السيطرة الأمريكية، أيضا لا بد من إقناع تلك المجموعات السورية بشكل أو بآخر وخاصة بالحوار بأنه من مصلحة الجميع في سوريا أن ينضموا، أن يعودوا لحضن الوطن، أن ينضموا لجهود دولة سوريا في تحرير كافة الأراضي. بعدها بشكل طبيعي لن يكون هناك أفق لبقاء الأمريكي، لكن إذا بقي فهو لديه تجربة العراق، سيكون هناك مقاومة شعبية لابد أن يدفع الثمن، بالمحصلة سيخرج الأمريكي. سيادة الرئيس، في الفترة الأخيرة شهدنا احتجاجات شعبية وأعمال شغب في بعض دول الجوار منها العراق ولبنان وحتى إيران، وفي الحقيقة أن هذه الدول تعتبر وإلى حد ما دول حليفة لسوريا. كيف تنظرون إلى ما حدث ويحدث في هذه الدول؟ طبعا الدول المجاورة تؤثر بشكل مباشر علينا باعتبار أن هناك علاقات مباشرة عائلية واقتصادية وكل نوع من أنواع العلاقات موجود بين أين بلدين جارين، لكن بنفس الوقت الشرق الأوسط هو منطقة واحدة لأن النسيج الاجتماعي متشابه، العقائد متشابهة والمصالح مترابطة حتى ولو لم تكن هذه الدول بجوارك المباشر. فإذا افترضنا بأن هذه التحركات التي تحصل هي تحركات من أجل معالجة مشاكل يعاني منها المواطن، وهذه التحركات ستؤدي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية وغيرها داخل كل بلد من هذه البلدان، فأستطيع أن أقول بأن هذا الانعكاس سيكون إيجابي. لكن لو أردنا أن نفكر بشكل منطقي، هل ستترك الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة هذه البلدان تتحرك بشكل عفوي؟ لابد أن تتدخل ولابد من أن تستغل كل تحرك من أجل خلق الفوضى، لأن سياسة أمريكا على الأقل منذ العام 2000 ومنذ مرحلة حرب العراق هو خلق الفوضى، وهذا ما سموها الفوضى البناءة أيام كونداليزا رايس وجورج بوش، سميت الفوضى البناءة. هذه هي الفوضى البناءة التي يبحثون عنها، هي فوضى تحقق مصالحهم. لذلك عندما تحصل هذه الفوضى في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق لابد من أن تؤثر علينا سلبا. الفوضى معدية كالمرض، الفوضى تنتقل، فإذا علينا أن نتمنى أن تبقى هذه التحركات هي في إطار الحراك الشعبي الداخلي العفوي. يعني هل يمكن القول أينما وجدت الفوضى يمكن البحث عن الدور الأمريكي؟ هذا شيء بديهي، هذا شيء بديهي ومعروف أصبح الآن في العالم.
ما هو الفرق بين سياسات الدول العظمى؟ يعني أمريكا ومن معها كفرنسا وبريطانيا تعتقد هكذا تفكر، ونحن نعتقد بأن هذا التفكير خاطئ، ولكن هم يعتقدون بأنه تفكير مصيب، بأن مصلحة هذه الدول أو هذا المحور هي في خلق الفوضى، بينما تفكر روسيا والصين ومعظم دول العالم معها بأن الاستقرار والقانون الدولي هو الذي يحقق مصالح العالم، سواء كانت دول كبرى أو دول صغرى. شكرا جزيلا سيادة الرئيس على منحنا هذه الفرصة، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم، وأشكر قناة فونيكس على هذه المقابلة. شكرا جزيلا. أهلا.